ده يا ست نونة. ياه، مالهم بقوا قليلين كده ليه؟ دول 2800 جنيه. 2800 جنيه؟ ده انا باخد كل شهر 4200 جنيه. وايه اللي حصل؟ الفايدة قلت للدرجة دي؟ لا، الفايدة زي ما هي. هو حمادة بيه ما قالكيش انه جه كسر الوديعة وسحب 150 ألف جنيه؟ حمادة سحب 150 ألف جنيه؟ امتى ده؟ من شهر تقريبا. لو عايز الميعاد بالظبط ممكن اشوفه لك على الكمبيوتر. لا لا، معقول يعني هكدب حضرتك وصدق الكمبيوتر؟ لا، 150 ألف جنيه، وداهم فين دول؟ ايوه حمادة، ايوه بكلمك من هنا من البنك، جيت عشان اقبض الشهرية بتاعت الوديعة. حمادة، انت سحبت 150 ألف جنيه من الوديعة؟ ايه ماما، ما ده المبلغ اللي انا اديته لعلاء عشان يسافر. يعني انا كنت اعمل ايه يا ماما؟ ما هو مفيش طريقه ارجع بيها المحل غير دي. طب انا اعمل ايه دلوقتي حمادة؟ ال 4200 جنيه كانوا يا دوب بيكفوا الشهر، واوقات كتير قوي ما بيكفوش. اعمل ايه؟ وانا بتسويني في حالها ماما.